بصوا يا جماعة، الناس اللي بتسأل تعمل الكرواسيه عادي، احنا بنقص بطرون عادي، رقبة، كتف، دوران جيرو، وبنخلي الرقبة أصغر شوية من الحجم الطبيعي. يعني لو قلنا مثلا 8 في 7، لا ممكن نخليها 8 في 6. وبعد كده بنفتح الورقة عادي خالص، وبنشوف احنا عايزين الكرواسيه ده لحد فين، بنرسمه على الورقة بعد ما اتفتحت. يعني مثلا عايزينه لحد هنا كده، لحد هنا او للاخر، او لاي جزء من الاجزاء اللي احنا عايزينها، لحد هنا لحد هنا، اي جزء من الاجزاء دي. وبناخد الكيرف ده لحد تحت الصدر، المفروض بيكون هنا كده لحد تحت الصدر، او بناخده لحد تحت، ده لما بيكون بلوزه طويله. طيب بنشتغلها ازاي؟ بنقص مثلا، اخترنا مثلا الخط ده، بنروح قصين عليه عدل كده، وبعد كده بندور دوت دي. بعد ما بنقصها بنعمل كمان واحده زيها، بس لما شايفين انتوا التانيه دي تحت هنا في الديل، بنعمل فورد او علامه، ونعمل التانيه زيها، هيقوم ده داخل عند الفورد والداني داخل زي دي بالظبط، ورقه تانيه زي دي بالظبط. ثواني ثواني، بصوا اهي زي ما احنا قلنا، قصينا واحده تانيه عليها اهو، شايفين الفورد اللي تحت ده، بنحط الفورد على الفورد، فبيديني المنظر بتاع الكروازيه اهو. نحط يبقوا الاثنين كده اهو، يبقوا هم بنقص اثنين شبه بعض ونحطهم، فيدوني منظر الكروازيه. السلام عليكم.